من جنين معنا دكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. بعد عملية جنين اليوم، هل تبحث إسرائيل عن صورة نصر لها بعد فشلها في تحقيق أهداف الحرب في غزة؟ وهل توفر لها هذه العملية تلك الصورة؟ يعني في البداية نترحم على أرواح شهدائنا الأطفال والنساء والأبطال في غزة هاشم اللي وصل عددهم لما يقارب 32 ألف شهيد، 70% من النساء والأطفال. تحية للمقاومين الذين يقاتلون بشراسة يعني تضحيات كبيرة جدا في خان يونس وجباليا وبيت لاهي وبيت حنون والمغازي وفي كل مكان في غزة. والرحمة للشهداء الأطفال الذين ارتقوا اليوم في جنين، الشهيد البطل محمد جلامني والشهيد البطل محمد غزاوي وشقيقه المصاب وكان مشلولا في مستشفى ابن سينا باسل ايمن غزاوي. اختي العزيزه، طبعا هذا الاحتلال منذ اليوم الاول للمعركه ومنذ عمليه طوفان الاقصى التي شكلت انتصار تاريخي واستراتيجي على هذا الاحتلال الصهيوني المجرم من حيث صوره هذا الاحتلال كجيش لا يقهر في المنطقه العربيه والعالم، وثانيا كدوله ماركه ارهابيه ترعى الارهاب، واخر هذه التجليات واخر هذه الصور محكمة راهاي ومحاكمة إسرائيل على جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني. وبالتالي أختي العزيزة، الاحتلال نعم يبحث عن صور انتصار سواء في غزة أو في جنين أو في كل مكان في الضفة المحتلة، ويريد بنيامين نتنياهو أن يشعل الساحات، يريد أن يشعل الضفة الغربية والصراع في المنطقة حتى يستمر موجودا في الحكم في الحلبة السياسية بإسرائيل. وبالتالي هو يحاول التصعيد واستمرار معارضه في غزه، ويرفض اي مبادره لوقف اطلاق النار واغاثه الشعب في غزه، وايضا تبادل الاسرى الذي عجز منذ اليوم الاول عن الافراج عنهم بالقوه العسكريه، وفشل في القضاء على المقاومه وعلى حركه حماس في قطاع غزه وعلى المقاومه بشكل عام، وبالتالي يحاول ان يستعرض بعض القوى، وخاصه انه اعلن هذا الاحتلال بانه سيستخدم القوات الخاصه التي كانت في غزه لمواجهه المقاومه في الضفه المحتله، وكما سمعتم في التقرير قوات الجيش والشباك والشرطة الإسرائيلية وقوات دبلفان جاءوا في فجر هذا اليوم واغتالوا في طريقة منافية للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومنظمة الصحة العالمية، ودخلوا مستشفى ابن سينا إلى غرفة المصاب باسل غزاوي المصاب بصاروخ منذ فترة ومصاب بالشلل. ولكن هذا الاحتلال الذي دمر المستشفيات في غزة والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، والذي يضرب القانون الدولي بعرض الحائط لأنه محمي بأمريكا التي ترعى طيب. هذا الإرهاب الصهيوني المجرم، وحاولت أن تعاقب الشعب الفلسطيني الذي توجه من خلال جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لقطع المساعدات على وكالة الغوث. هي إذن سياسات عقابية واستمرار في هذه الانتهاكات وهذه الجرائم. هل ينجح بتقديرك دكتور جمال هذا النوع من العمليات في إخماد فتيل المقاومة في جنين والضفة الغربية، ولماذا؟ أختي العزيزة، الشعب الفلسطيني يقاوم منذ 100 عام وهو يواجه هذا الاحتلال بشكل يعني يقل نظيره في العالم. اغتال الشهيد ياسر عرفات، واغتال احمد ياسين، واغتال الشكاكي وابو علي مصطفى وعمر القاسم، واغتال صالح العروري وقيادات كبيرة من الشعب الفلسطيني. ولكن هذا الاحتلال كلما كان يغتال القيادات كانت تستمر المقاومة، وهذه سنة المقاومة وسنة الثورات أن يتقدم القادة الأفراد والأعضاء في مواجهة هذا الاحتلال، وبالتالي كلما زاد التنكيل بالشعب الفلسطيني والقتل بالشعب الفلسطيني يكون مزيد من الإرادة ومزيد من المعنويات ومزيد من العمل من أجل السير على درب الشهداء والقادة الأبطال حتى استكمال الحرية. شعبنا الفلسطيني رفع شعار واضح جدا، إما أن نكون عبيد لهذا الاحتلال والإذلال والقهر والظلم، وإما أن نكون أحرار أعزاء في وطن يكون خالي من هذا الاحتلال وتكون لنا دولتنا كباقي دول العالم كما نص القانون الدولي والقرارات الدوليه التي نطالب بتطبيقها من العالم اجمع. وبالتالي تجربتنا مع جنين بالتحديد اختي العزيزه عام 2002 قام هذا الاحتلال بتدمير 1200 بيت كليا وجزئيا وارتكب العديد من المجازر، ولكن ابناء الشهداء وابناء الاسرى في عام 2002 هم من يقاومون هذا الاحتلال بصلابه وبشراسه اكثر وقل نظيرها. وكلما ضربوا جنين، مثلا جنين المدينه والمخيم 23 اجتياح منذ عمليه طوفان الاقصى الى الان، وقتل واستشهد ما يقارب 100 شهيد في جنين لوحدها و400 شهيد في الضفه المحتله، 700 حاجز صهيوني ما بين المحافظات وداخل المحافظات، 6000 اسير، ولكن المقاومه يشتد بعودها في جنين وطول كرم ونابلس وفي كل نواحي الضفه المحتله.
لأنه هذا الاحتلال وبنيامين نتنياهو والحكومة اليمينية الفاشية النازية المتطرفة التي تقلد النازية تريد تصعيد الأوضاع في الضفة المحتلة. طيب المقاومة تخط ردودها ومواقفها كما تفضلت بشكل يومي في غزة وفي الضفة الغربية. اليوم الحراك الدولي القانوني على المستوى الشعبي والرسمي مستمر، فما المطلوب لاستثماره ومواكبته فلسطينيا من الناحية السياسية؟ المطلوب واضح جدا أختي العزيزة. نحن الآن فلسطين أنا باعتقادي لم يمر تاريخ أنه كانت فلسطين على الأجندة أولى، الأجندة الدولية والعالمية والرأي العالمي كما هي الآن. 95% من الرأي العام العالمي هو مع فلسطين، والسردية والرواية الفلسطينية بدأت تنتصر بشكل كبير على الرواية الصهيونية التي اتهمت المقاومة في عملية طوفان الأقصى بقتل الأطفال واغتصاب النساء، ولكن البيت الأبيض الذي أعلن ذلك تخلى عن هذا التصريح وأنكره وقال بأنه لم يرى شيئا الرئيس الأمريكي بايدن. إذا أختي العزيزة، المطلوب فلسطينيا كما أتحدث دوما، يجب على القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وقف التنسيق الأمني ووقف الاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى قيادة وطنية فلسطينية موحدة والتواصل فورا مع الإخوة في حركة حماس في أي مكان في العالم. وأنا كما أعلم أن هناك اتصالات مع الإخوة في حركة حماس، وأتمنى أن نصل إلى جهد ونوحد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال، لأنه مش من المعقول ومن غير الممكن أختي العزيزة أطفالنا ونسائنا إلا الآن موجودين بالعراء والمياه والأمطار والجوع والعطش والقتل اليومي، مقاتلين اللي في داخل أنفاق مصابين ويعانون ما يعانون، ولكن يمتلكون إرادة صلبة جدا، نكون مفترقين والاحتلال وهو على باطل يكون موحد الإعلام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية على تصفية الشعب الفلسطيني. فالمطلوب منا فورا أن نوقف أي علاقة مع هذا الاحتلال وأن نتوجه ونراهن على الشعب الفلسطيني، لأن من يراهن على أمريكا ومن يراهن على إسرائيل وعلى الغرب يعني يخسر خسرانا مبينا، لأن الاحتلال مجرب وأمريكا مجربة لا تريد الخير للشعب الفلسطيني. وأكبر دليل قطع التمويل الوكالي الأنوى من أجل اجتثاث ومن أجل تعميق النكبة والكارثة الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني. فالمطلوب أن نتوجه لشعبنا وأن نتوحد ونتوجه للجامعة الدول العربية المؤتمر الإسلامي والمنظومة الدولية، لعل وعسى نستطيع أن يعني نحمي شعبنا ونوقف العدوان ونوقف إطلاق النار وأن نفتح الممرات حتى نوصل المساعدات لشعبنا الفلسطيني. شكرا من جنين دكتور جمال الحوي، العضو المجلس الثوري لحركة فتح وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية.